بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأخوات الكريمات، أحييكم تحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل في هذه المحاضرة الطيبة الكريمة مع جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما تكلمنا عن قضية جمع القرآن في زمن أبي بكر، قلنا أن الداعي هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والسبب هو الخوف على ضياع القرآن الكريم. لكن في زمن عثمان امتدت اللي هو الدولة، أركان الدولة الإسلامية أو أطراف الدولة الإسلامية، حتى وصلت أو اتسعت حتى وصلت إلى أذربيجان وأرمينيا، وقضية يعني بلاد خراسان، أفغانستان وخراسان، والجمهوريات الاتحاد السوفيتي اللي موجودة في أعلى، ولهذا وصلوا إلى أرمينيا، وهنا أذربيجان، وهنا قضية أفغانستان وغيرها من الدول الإسلامية وباكستان. لما وصلوا إلى ذلك، تصوروا أنه طلعوا الجيش الإسلامي من العراق، من الشام، من المدينة، من مكة، وكلهم توجهوا لقضية فتح البلاد الإسلامية وشاركوا في الفتح. فعندما كان يصلي بهم يعني من حفظة القرآن أو من القراء الذين كانوا يخوضون، لأن القراء مش زينا اليوم المشايخ يعني كذا، فإنما كانوا يخوضون في الجهاد وغمار المعركة، فكان يقرأ كل منهم بحرف من الحروف أو أحد الأحرف الموجودة. فإحنا قلنا في مدارس، المدرسة العراقية تختلف عن المدرسة المدينة، عن مع أنه كل تنزلات، والرسول قرأ بهذه وقرأ بهذه وقرأ بتلك، لكن أنا لما كنت تلقيت من مدرسة ابن عباس فكنت بحفظ المدرسة، فكنت بصلي بهذه القراءة والتاني وهكذا. فاختلفوا، فكاد أن يقتل بعضهم بعضا، وبدأت ظاهرة التكفير. يعني هذه مشكلة، من الذي كان قائد الجيش؟ حذيفة بن اليمان. إذن الداعي حذيفة بن اليمان. ايش اسمه هذا؟ امين بتعرف عنه كماذا لقب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ امين سر الرسول، يعني كل المعلومات عنده، كان هذا صاحب مكانة عظيمة، ولهذا ارسل الرسول على رأس الجيش. فلما كاد ان يكفر بعضهم بعضا عشان الايات وغيره، مما اضطر حذيفة ان يأتي الى او يرسل الى عثمان بن عفان ان ايش الصحابة انتبهي، الان كفر بعضهم بعضا وكادت أن تحدث مقتل بينهم. إذن الآن خايف من إيش؟ من نقطتين، خايف من قضية ظهور ظاهرة التكفير في وسط الصحابة، ثم أن يقتتلوا، يقتل بعضهم بعض، مدام كافر إذن بحق له قتله، وهذه نقطة خطيرة جدا في الموضوع. انتبهي، أولا ظاهرة التكفير، إحنا إن موقف اليوم كمان من ظاهرة التكفير، إحنا لسنا مع قضية التكفير والهجرة اللي اليوم بيكفروا كل المجتمعات، حتى مع أولادنا المنحرفين عن الفكرة، والآن كل واحد ما طبقناش الشريعة لازم نقيم الحدود ولازم كذا، أنا بقول هذا انحراف في الفكر، وبالتالي مسائل كثيرة بحاجة إلى تقويم في قضية الفكر. وإحنا بنقول أن طلبة الجامعة الإسلامية عليهم أن يمتلكوا فهم المنهج الصحيح للإسلام، وبديش أقول للوسطية ولا خط المعتدل، لأنه أنا بقول هذه مصطلحات حديثة، لكن إحنا بنقول لو التزمنا منهج الإسلام الحنيف الذي تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا بقول بصيرش عندنا انحرافات، الانحرافات خطيرة جدا، ولهذا خاف أن يحدث هناك في قضية عدم فخم القراءات. وإحنا كمان في بيختلف عن عصر اللي هو عثمان عن عصرنا اليوم. ليش؟ أولا إحنا اليوم نستطيع أنه من خلال التعلم، هذا صار علم مدون ومكتوب، وبنيجي بنقول والله تعالوا إحنا والله بدنا نأخذ القراءات أو الأحرف السبعة، بنتلقى القراءات والعلم، وبنأخذ كل المدارس، بنقول حفص عن عاصم، بنقول ورش عن نافع، وبنقول كذا وكذا، وكلها حتى القنبل وغيره من الصحابة أو عفوا من التابعين أصحاب المدارس، فإحنا كنا بنأخذ علم وقاعدين بين دفة الكتاب وبنقرأ علم، فصرنا عارفين. لكم أنتم بتكونوا متوقعين من من التابعين أنه كانوا مع عمر أو ومع أبي ومع ابن مسعود وعبد الله بن عباس،
كانوا والله تعالوا والله بدنا نقرا الطريقه كل اللي كان عن الرسول، ما كانوا حتى في اجتماعا يجتمعوا في مكان واحد ويتوحدوا ياخذوا القران، ما فيش. فكل عالم كان بيعلمهم ما تعلمه مباشره، فصار قضيه التلقين وعلم منفرد، وما كانش الا الذين التقوا زي مثلا بعد ذلك. ها انا بتكلم زي الشافعي لما راى على مصر وراى على العراق وراى على اليمن وراى على الشام، وبالتالي صار عنده المام، لهذا كان نابغه. لانه هل كل الصحابه او عفوا كل العلماء والتابعين بقى فيما بعد واتباع التابعين كانوا بيسافروا؟ صح، غالبيتهم كانوا بيعتمدوا على الرحلات حتى ايش يجمعوا كل العلوم اللي موجوده فيما بينهم. اذا الدافع السبب الخوف التكفير بعضهم بعض، والخوف على اللي ايش ماله على قضيه حدوث مقتله. الذي خاف والداعي من هو حذيفه بن اليمن. شو المنهج الذي كان في هذا الوقت؟ شوفوا الآن لما بيجوا ينفذوا هذا القضية، تنفيذ القرار في المسألة عثمان ابن عفان، شرع في عثمان في تنفيذ هذا القرار لما أيضا جاءه من حذيفة. أوكل الموضوع لمين؟ تعرف لزيد. زيد أنت اللي امبارح جمعت القرآن في زمن أبي بكر، وبعدين كان لك يعني بمعنى الثقة العالية جدا، فليش نتعب ونروح نجيب واحد تاني ويكمل من الصفر؟ إذا يبتدئ بمين؟ بما انتهى هو إليه من فترة سابقة. فعقد إليه مع ثلاثة من مين؟ من القرشيين. انتبهوا الآن في قضية المنهج. كان هو بيتكلم عن ثقات من الحفاظ. طلعوا الحفاظ منهم زيد بن ثابت، وكتبوا فوقيه أنصاري. طلع في صفحة 31 زيد بن ثابت ايش ماله؟ أنصاري. طيب سعيد بن زيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث، وعبد الله بن الزبير، الثلاثة قرشيين. طب ليش الثلاثة من قريش وزيد لحاله من الأنصار؟ ليش؟ قرشيين ثلاثة. انتبهتي؟ كمان انتبهي، الخلاف الذي حدث والداعي إلى الجمع اختلاف حول القراءات وحول الأحرف ومين أهل اللغة في قضية أهل قريش، عشان هيك ثلاثة حطهم من قريش فهم أصحاب اللغة الأصلية، ما حطش من الأنصار. انتبهتي؟ يعني أصحاب اللغة هم أهل مكة القرشيين، ولهذا قال له قال له الكلام من الذي وضع المنهج. لما بنتكلم عن منهج يعني بمعنى أن عثمان قال للرهط القرشيين الثلاث أو الثلاثة، إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش أو على حرف قريش. إذا اختلفتم أنتم وزيد طلعي فاكتبوه بلغة قريش فإنه نزل بلغتهم. الآن انتبهتي؟ إذن في مسألة لغة قريش قامت تلك اللجنة بنسخ قرآن، وطلع بيتكلم بالقرآن مرتب السور على الوجه المعروف اليوم. إذن اختلف عن الجمع في زمن أبو بكر. أبو بكر رتب الآيات والسور، انتبهي، مش الترتيب اللي موجود بين دفتي القرآن، حطهم فوق بعض، لكنه لم يكن إيش ماله بين دفتي المصحف الموجود بين إيدينا الآن. انتبهنا؟ ولهذا اذا هنا امر بقضيه المصاحف بعد ما جمعوه الان حسب القراءه الاخيره من بدايه سوره الفاتحه الى سوره الناس. هذا اللي كان حتى في مصحف ابي بكر، بس ما رتبوش في مصحف واحد، جمعوا وحطهم فوق بعض في صندوق وحطوا صار معروف بدل ما هو متفرق جمعوا، لكنه ليس مصحفا واحدا بين الدفتين. لكن في زمن عثمان وضعه بين دفتي المصحف وقال لهم إذا اختلفتم أنتم اتراقوا الثلاثيين مع زيد حطوا باسمكم، لأنه زيد مش من أصحاب اللغة، أنتم اللي أولى في قضية التصحيح وأنتم ثلاثة، مش معقول الثلاثة يجمعوا وبيختلف واحد بالرد على مين. فبالتالي بدأ هذا قضية الجمع فاكتبوه بلغة قريش. الآن السين، أنا ممكن أقول لك من هم الذين كلفوا بجمع القرآن في عهد عثمان، وممكن أقول لك أذكر رهط القرشيين الثلاثة الذين جمعوا القرآن. لما بدي الرهط القرشيين معناته الثلاثة، انتبهتي؟ وممكن أجيب لك في الصح والغلط الأربعة
وبقول لك من الذي شذ عن هذه القاعدة؟ مين اللي خرج؟ زايد. ليش؟ أنصار. هحط لك الأربعة وبالتالي فين بكون واحد زايد؟ مين اللي قرأ الشاة؟ مين اللي طالع الشاة؟ كلهم قرشيين إلا اللي هو مين؟ زيد ابن حارثة. الآن نتكلم عن قضية المميزات. زي ما تكلمنا عن المميزات في عهد أبي بكر، نتكلم عن المميزات في مين؟ في عهد عثمان بن عفان. وهذه مهمة، الاقتصار على حرف واحد، حرف قريش. شفت الآن؟ حط عليها خط وانتظري مني السؤال. ما هو السؤال؟ في بالك لو أنت بدك تحطي السؤال في هذا الموضوع، إيش هتقولي؟ يلا أشوف المرة منكم، إيش هتقولي؟ هي الاقتصار على حرف واحد هو حرف قريش. علّلي. يعني بمعنى، هل هذا ينفي أن في القرآن الكريم أحرف بس؟ يعني معنى ما فيش من الأحرف السبعة بس على حرف واحد؟ انتبهي يلا. أنا لما يقول لي في المميزات قلت أن القرآن في زمن عثمان إيش ماله؟ إنه ما اقتصر على حرف واحد وهو حرف قريش، مش هيك؟ طيب الآن لما بنتكلم على حرف قريش، يعني معناته فيش في المصحف أحرف أخرى غير حرف قريش؟ لا، لكن لغة حرف قريش خلينا نسمع. لأن حرف قريش هي الجامعة لجميع الأحرف التي نزلت. الله يفتح عليك، يعني هي الجامعة، هذه واحدة، لكن في شيء أهم من هذا. جمعوه ثلاثة من القرآن. هديكي. لأنه لما أجوا يجمعوا القرآن، ما هو القرآن نازل على سبعة أحرف، حطوا الآيات التي فيها السبع أحرف ما فيش عليها اختلاف، فهي بقيت آيات اللي كان فيها على حرف واحد قليل اللي اختلفوا عليه. انتبهتي الاختلاف؟ هل هم اختلفوا على كل القرآن؟ اختلفوا على أشياء هم ما سمعوهاش، مش من لهجتهم، لكن لهجة قريش ما هي جامعة، فالأشياء المتفق عليها ظلت زي ما هي سبع أحرف، لكن حطوا مين؟ اللي اختلفوا عليه، واللي اختلفوا عليه قليل. إذا القرآن، انتبهي، أنت لو كتبتي أنت في المميزات بتقولي لي الاقتصار على حرف واحد وهو لغة قريش، انتبهي في المميزات. لكن لو أنا سألتك السؤال أنه هل كتب القرآن على حرف واحد في كل الآيات أو يحتوي، بتقولي انتبهي، يحتوي القرآن على قضية نعم أن القرآن نزل على حرف واحد وهو لغة قريش، إلا أن القرآن فيه من السبع أحرف لأنهم لم يختلفوا عليه، ولغة قريش تحوى هذه السبع. خلاص؟ في عندي سببين. أعيد كمان، حاضر. لغة قريش حوت كل الأحرف السبع. النقطة الثانية أن حرف قريش اللي هو الحرف الواحد هو الذي اختلفوا فيه، لكن في أشياء لم يختلفوا عليها. إذن هذه هي المميزات الموجودة. الآن ندخل إلى موضوع، وهو أن نفس القضية، عثمان بن عفان لما جمع القرآن بين دفتي المصحف، انتبهي، حسب شروط التي تلاها جبريل على رسول الله في العرضتين الأخيرة، ومرتب الآيات والصور من إيش؟ قلنا من الجلد للجلد بين دفتي المصحف، متفقين؟ الآن بعد هيك جمع كل المصاحف الأخرى حتى النسخة اللي كانت عند حفصة وغيرها وحرقها ونسخ من هذه النسخة اللي جمع الأخير في ثمانية، وقيل خمسة الأرجح، واحدة على البصرة، واحدة على الكوفة، واحدة على مصر، واحدة على مكة، واحدة على المدينة، هاي خمس نسخ، وزعها على الأمصار حتى يلتزم المسلمون جميعا بمين؟ بما في هذه ليش؟ النسخة التي اتفق عليها المسلمون. وإذا ببعض من الصحابة طلعوا، وقيل إنه يعني الناس كانوا يعني يتشيعوا إلى علي، فأشاعوا بين الناس أن مين؟ أن عثمان حراق المصاحف. شفتوا الدعاية المغرضة؟ شفتوا المصيبة؟ طبعا عثمان ليس ذلك. احتج الكاتب بيقول انه هم هذول اللي مناصرين لعلي وتشيعوا على علي، بنقول لهم احنا بدنا نرد عليكم بكلام علي. كلام علي بن ابي طالب ايش قال؟ بيقول لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل، لحرقتهم. النقطة الثانية، وقد امر عثمان باحراق جميع ما كان من المصاحف على مين؟ على اعين الصحابة.
يعني كان الصحابة موجودين وبرأي مبشرتهم، ولا لو كان إنه هو مخالف لاعترض الصحابة. إذن هذه القضية مخالفة لما فيه الأمور. إذن أنا أرجع للموضوع عشان ألخص، ندخل في موضوع جديد. قلنا جمع القرآن المقارنة بين أبي بكر وبين عثمان في هذه القضايا من حيث الباعث والداعي والمنهج والمميزات، بتحفظيهم هذولا لأنه هي موضع الأسئلة اللي موجودة، وكمان هي الخلاصة الحقيقة، يعني مش بس عشان الامتحانات، عشان هناك خلاصة وزبدة هذا الموضوع اللي بنتكلم عنه. الموضوع الآن وهو ندخل في مبحث جديد، المبحث السادس، أسباب النزول. الآن هذيك اللي اختلفوا فيها، وهي اللي كانت مفرقة بالأساس، ما هي كانت مفرقة أصلا، يعني مش هي النسخة الأخيرة التي فهو يعني حتى لا يحدث اللي هو قضية الاختلاف بين الصحابة أكثر. لكن هل هو غير في مضمون القرآن؟ ما تبقرش ولا عمل ولا شيء. هو إيش عمل؟ شال المنسوخ تلاوته وشال الكذا وجمع القرآن اللي بين الدفتين في مصحف واحد، عشان الآن الصحابة يسهل عليهم تلاوة القرآن. يعني بدل ما أنه أنا بدي أروح لصورة الأنفال ألاقيها في مكان وهذا في مكان، أو أنه في صندوق وأجي للصندوق الكبير اللي هلقد كله أقعد أدور على الهال، لا. طب أنت الآن ميسر، الآن أنا الحين في سفر أو في أي مجال من المجالات، أنا بتنقل بالقرآن الكريم معايا، وخاصة إذا أنا زادي قليل في الحفظ. وهذا هو الحكمة من قضية الاستفادة المسلمين عبر الأجيال ليوم القيامة، أنه يجمع بهذه الطريقة. وإلا إذا كان، لو كان ها الصحابة والتابعين، أو خلينا نقول في عهد الخلفاء الراشدين وهو أفضل القرون بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جمعش القرآن، إحنا هنجمع؟ ما حيستطيع واحد يجرأ يجمع القرآن. الدليل هو أبو بكر أصلا كان خايف وبقول أنا لا أستطيع أن أفعل فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا معناته بدعة، كيف الآن بصير؟ إذا احنا عمال مختلفين على البلطلون والجلبية تكون لها نص الساق ولا مش لها نص الساق، مختلفين والله على قضية تحريك الأصبع في التشهد وغيره، بدنا نجتمع على قضية يجمع القرآن في بعد لو ما جمعوش الخلفاء لرى؟ هذه نعمة من الله أصلا أن يكون الصحابة وخاصة عثمان بن عفان هذا المجمع عليه على تقواه وورعه، وهو أيضا من أخي المكة قرشي الأصل، يعني عارف اللغة وعارف كل شيء وبيقرأ وبيكتب وبيعرف القديم. فضل. طب دكتور، هو ربنا حكى أنه القرآن محفوظ، يعني مهما صارت فتنة هيضل محفوظ. طب مش أنه ليش صار في فتنة بينهم؟ هم عارفين الصحابة. أخواتنا الكريمات بكتبهم المسألة صح، أنا ما اختلفوش على أنه شيء مغير في القرآن، أنا اختلفت في قضية مثلا أنه أنا وأنا بقرأ في القرآن الكريم وواحد قاعد بيقول لي إن هي إلا زقية واحدة، وآن رحت مثلا على بات ثانية وبقول إن هي إلا صيحة واحدة، الله أكبر، هذا بقول زقية وهذا بقول إيش؟ صيحة. الآن هنا الاختلاف. طيب ليش أنه اختلفوا؟ أنا ما سمعتش وما تعلمتش إلا كلمة زقية، وهذاك تعلم صيحة، لكن للرسول ما قرأ بالتنتين، قرأ زقية وقرأ صيحة. إذن من هنا بنقول له تعال لما حطيناها في القرآن حطيناها إيش؟ صيحة. ليش؟ لغة قريش، اللغة الجامعة. لكن في لغة قريش قالوا إنه كلمة صيحة، لابد نيجي الكلمة معناها إيش؟ معناها زقية. إذن فهمتي؟ فهم هل غير في القرآن؟ لا. تبينوا وتثبتوا بمشي الحال؟ ما هي نفس القضية. إذا هو عند القراءة قضية القراءات اللي كانت بشم، هل من البر السفر أو هل من البر في السفر الصيام في السفر؟ كان بيقولوها إيش بيقولوا هم؟ اللام إيش بيقولوا عليها؟ مين؟ هل قال من هم من الأبصرش؟ يعني بمعنى يعني مشكلة إنه اللهجة ثقيلة. طب الآن هذه لغة قبيلة معينة وكانت صغيرة، لكن القبيلة المركزية واللغة قريش بتقولش ميم، بتقولش عن اللام ميم، فبالتالي مين بنحط؟ اللغة العالمية اللي حاوية أكثر القبائل العربية، ولا بحط لغة صغيرة؟ لكن لما قرأ الرسول للقبائل كان عند القبائل الصغيرة، فقرأ القراءة بمين؟ بحرفهم، بلهجتهم. عشان هيك احنا بنقول انه ساءت بلهجة. يعني لما انا ما اقول اليوم احد تقولي لي مستقيم، ولو ان هذه يعني لهجات مش قضيتنا، وتقول لي مثلا لما تقول لي ذهب العظيم اخو اللذينة، ايه اسمه لحن؟ طب ما احنا، انا ليش بحكي لك؟ اذا هذا سميناه لحن لانه خرج عن مين؟
عن المألوف عن الأحرف الكذية. لكن لو ما كانش هذا الاختفاء وما عملش عثمان كان أنا بقدر أقول لك لحن، وكان بقول لك هذه لهجة مخاني يلا اقرأ بحجلك. لا اليوم أنا بوقفك لما تقولي صراط صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم. يا سلام بقدر أنا أوقفك وأقول لك غلط وشو دليلك. بس أنا اليوم لما بقول هذا بقول هذا اللحن الذي اتفق عليه العلماء أنه خارج عن اللهجات اللي موجودة اللي نزل بها القرآن. قولي ذهب، قولي الذين، قولي مستقيم، زي ما أنت عايزة برا، لكن في القرآن بصيرش. طب مثلا إخوانا السودانيين الحمد لله رب العالمين بيقولوا عبد العزيز عبد العزيز، أروح أقول عبد العزيز؟ هذا هو اللحن اللي بنتكلم عنه من قضية المش عاجم ولا عجمي الكلام الغير شك. لكن هنا بنسميه اللحن الواضح الجلي في قضية انه بصيرش انه كل واحد يدخل قضية اللهجات. حتى المصريين بيقولوا الجا مش هيك؟ يعني الجمال يقول لك الجمال جميل جمال بيطلع مالوش مثال كمان. فقضية من هنا يعني بصيرش ماشي. حتى نبدأ ان شاء الله في الان القرآن الكريم باختصار اسباب النزول. القرآن انتبه في حوادث، في أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعرض لأسئلة بينزل القرآن الكريم، وغالبية القرآن الكريم نزل بدون سبب. انتبه إلى الملاحظة، يعني بمعنى أنه نزل القرآن ابتداء غير مرتبط بسبب. نزل ليش؟ لهداية الخلق، نزل لإرشاد الناس إلى الحياة، وهو الكثير والغالبية في القرآن الكريم. إذن انتبه، غالبية القرآن الكريم نزلت بدون سبب، جاءت للهداية، جاءت للإرشاد، جاءت للتقويم المسار وتصحيح بعض المفاهيم اللي فيها مغالطة في المجتمع. لكن الجزء القليل من القرآن كان بسبب أو حادثة من اللي هي الحوادث التي مجد. أولا خلينا نشوف تعريف السبب. قالوا يا عمي السبب هو ما نزلت الآية أو نزل القرآن بشأنه وقت وقوع كحادثة أو سؤال. هاي معناته التعريف لغة أو عفوا اصطلاحا لما أقول لك عرف الآتي وأقول لك سبب النزول هاي معناته هو تعريف إيش ماله؟ ما نزل نتيجة إيش؟ ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. هاي معناته الموجود، هذا التعريف. طيب الحادثة زي طلع حادثة المرأة مين هي؟ خولة بنت ثعلبة، والتي حلف عليها زوجها أوس بن الصامت لما اختلفه زوجته قال لها أنت روحي أنت علي كظهر أمي، يعني أنت زي أمي. واحد يعني قضية العواطف المتبادلة بين الأزواج يعني انتخت، يعني صارت محرمة عليه ومستحيل أنه الرجل بيأتي أمي مستحيل. فبالتالي ما كانش عند العرب معروف الطلاق، على أي الطلاق غير تأكل، على أي الطلاق غير تشرب، على أي الطلاق ما انت دافع، شوف على أي الطلاق ما تروح أهلك. هذه مشكلة العادة السيئة اليوم إنه صار الزلمة بيشوفش حاله إنه راجل إلا إذا بحلف طلاق يعني عشان يبين حاله. هذه قضية مقيتة وقضية عادة سيئة. العرب ما كانش عندهم كلمة على أي الطلاق، كان على إيش؟ كان حاجة اسمها بسموها الظهار، وهي انه على انت علي كظهر امي، انت زي امي وزي اختي. هذه مشكله وهذه خطيره. احنا اليوم لا، احنا اليوم اعطل نقول علي الطلاق كل ما تحل تحرمي. شفتوا هالجريمه؟ حدا يا راجل مجبرك على هالبلاوي؟ اذا شفتوا، اذا الان هو قالها انت علي كظهر امي، فهي راحت هرولت الى النبي صلى الله عليه وسلم، راحت تشكي زوجها اللي عشرات السنين وهي انت علاقة بينها وبين زوجها الحب والود والاحترام والتقدير، وفي يوم وليلة انت زي امي؟ ايه. وبالتالي ذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقفت، لم تجد جوابا، سكت الرسول صلى الله عليه وسلم وراحت. على طول جاء الوحي فارسل اليها وتلا عليها قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. طبعا شوفوا الآن الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهات، لكن في النهاية قال الآن والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة. طب الآن تحرير رقبة من قبل أن يتمسى أن يرجع ويتبادل العواطف مع زوجته. ذلك تظن بعدين فمن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى. وبعدين من لم يستطع؟ إذن أول شيء قال لها أنت عليك تحن. قالت هو إحنا عندنا عبيد؟ ما فيش عندنا يا رسول الله. قال يبقى صيام شهرين متتابعين. قالت له زوجي ختيار في السبعينات ولا حيقدر يصوم. قال لها طبعا إذا ظل لكم الخيار الثالث، إطعامه 60 مسكين. قالت له يا رسول الله والله ما عندنا شيء نتصدق به. جاب لها قفة من التمر وقال لها خذي تصدقي به على المسلمين. قالت والله يا رسول الله ما بين لبوتيها، يعني جبلين في مكة، أكثر منا احتياجا إليها. إحنا أكثر، لو لفت المدينة كلها مش هتلاقي ناس أفقر منا. قال خذيها وروحي كليها أنت وياه زوجك وخلصنا. فروحت بهذه. شفتوا هنا منهجية الإسلام، شفتوا قضية سماحة الإسلام حتى عند الفتوى. وشنو أنا بتوجه بتكلم إلى قضية الإفتاء، في قضية أنا اليوم في قضايا لابد للمفتي أو للإنسان العالم يتريث ويسأل. وبصيرش البنات طلعات ونزلات على المكتب، بيجن البنات والله إلي صاحبة وصار معها 1 2 3، إيش رأيك يا دكتور؟ طب قولي أنا. كلهن جايات صاحبيتها، حلمة حلمة أمي، حلمة حلمة هي اللي حلمانة تبقى. وبعدين طب هو بنفع؟ حتى في الطلاق يا أخواتنا الكريمات بنفعش واحد يستفتي عن الآخر، لأنه المفتي أو العالم بده يسمع صيغة الطلاق. طيب واحد بيقول لي والله صاحبي والله خذب وطلق مرته، طب إيش قال؟ طب أنا بدفن الصيغة، هل بتدفن كمان غير النية؟ بتدفن، أنا ماليش دخل لسه بالنية الآن، بتكلم عن الصيغة، هل صيغة صريحة؟ يعني بمعنى إن إذا خرجت من هذا الباب فأنت طالق. هذا الطلاق صريح، والله لو كل الدنيا تيجي هي طالق. لكن لو حكى علي الطلاق ما أنت طالعة، علي الطلاق ما تعملي، بعض العلماء قالوا إنه هذا من باب القسم. والقسم بصير كفارة، إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون، وبنقول له تعال كمان، كل واحد بيختلف قديش راتبه الشهري، معناته من أوسط ما تطعم أهلك وبيتك. يعني أنا ملياردير وعندي أموال أروح أطلع 50 شيكل زي واحد بس راتبه مثلا 1000 شيكل؟ منفعش. إذا قضية الإطعام من أوسط ما يطعمون، يعني مرات المتوسط الدخل عندنا بنقول من 50 إلى 60 شيكل، يعني بمعنى للعشر، يعني 5 شيكل بروح على المطعم باكل لي صحن فول مع حتى كمان وبصلة إذا القضية مسألة، يعني هذه قضية الفتوى. شوفوا سماحة الإسلام، لو أنا اليوم لا أبدا ما عندكاش واحد ماشي مش قادر تصوم لكن لازم، طب إيش أسوي؟ أروح أتداين؟ أروح أشحت؟ أقف على الطريق أقول لله يا محسنين عشان أدفع والله أطعم الناس وأنا مش قادر أكل؟ سماحة الإسلام، روعة الإسلام هنا تتجلى. من هنا بنتكلم عن إيش؟ عن هذه الحادثة. بعض الأشياء بنتكلم عن الحادثة، عن السؤال، يعني من الأشياء التي سؤال. إحنا متذكرات لما تكلمنا عن الأسئلة وقلنا كل الصيغ التي جاءت في القرآن الكريم بصيغة التساؤل، كان الرسول صلى الله سبحانه وتعالى يلقينا رسوله وإيش بيقوله؟ قل يا محمد يسألونك عن الروح، قل الروح. إذن الآن في هناك تساؤلات، ولهذا كانوا بيسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ايش بيسوي؟ بينزل قرآن يبين هذا السبب أو إجابة على السؤال الذي كان يتعرض. يسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن الساعة، يسألون شيء. وبعدين وبالتالي هذا الواضح أن القرآن الكريم كان يأتي بهذا القرآن. أما اللي هو السؤال المهم جدا وهو طرق معرفة سبب النزول، وحطي كمان سين علي هذا، لأنه انتبهي في جمع القرآن، في النسخ والمنسوخ، في قضية اللي هو الآن أسباب النزول، لابد أن نعرف طرق معرفة كل واحدة منها. وبالتالي بدك نعمل مقارنة بين الطرق، زي ما عملنا المقارنة بين الجمع مطرق. بنقول هناك منهج قياسي ومنهج سماعي مشي، وبعدين قلنا في قضية اللي هو والله النقل الصريع عن الرسول، وبعدين قلنا اللي هو القضية الإجماع الأمة، وبعدين قضية الاجتهاد لما بنصير بنقول والله بدنا دليل وبدنا رواية أخرى أو سند يعضده. الآن بنقول في قضية طرق معرفة اللي هو لا، أولا النقل الصحيح، والنقل الصحيح أو في الأشياء طبعا لما بنتكلم عن النقل الصحيح عن مين؟ الصحابة، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فيما لا مجال للعقل فيه. انتبهي في قضية النقل الصحيح عن الصحابة، إذا الصحابي قال في أسباب النزول معناته المسألة مش مجال للاجتهاد.
يعني لا يستطيع أحد من الصحابة أن يجتهد بنفسه فيقول سبب الآية كذا وكذا. السبب بيكون واضح أنه قضية أنه بمعنى أنه هذا لا مجال للعقل فيه وللاجتهاد. طيب وعلى هذا أنه بيقول أنه في عنا إشي مهم جدا أنه لا يحل القول في أسباب نزول القرآن بالرواية والسماع. لا يجوز طلع لا يحل القول في أسباب نزول القرآن بالرواية والسماع. يقول سمعته وفلان إلا ممن شاهد النزول. مين اللي شاهد النزول؟ الصحابة. عشان هيك إنه قلنا النقل الصحيح عن مين؟ عن الصحابة، لأنهم وقفوا على الأسباب وبحثوا في العلة اللي كان السبب اللي كان فيها. العلماء قالوا بجواز قبول رواية الصحابي في سبب النزول، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه إيش ماله؟ حكمه حكم المرفوع، يعني رفع إلى الرسول. لما نقول قال مثلا الآن ابن عباس، قال ابن مسعود، قال أبي في أسباب النزول، معناته على طول هذا حكم وحكم المرفوع إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث صحيح لا مجال لأنه الناقش فيه، لأنهم ممنوع يجتهدوا في قضية الأسباب. أما حكم قول التابعي لا يقبل إلا إذا صح سنده واعتضد بمرسل آخر أو كان التابعي من أئمة. انتبه في الصحابي، الصحابي مقبول على طول بدون شيء، لكن التابعي وهو حديث السين بدك تحطيها عندك في صفحة 35. وأما ما روي عن سبب نزول بحديث مرسل، طلع الحديث المرسل. إيش الحديث المرسل؟ يعني اللي سقط عنه الصحابي. يعني أنا بقول قال مجاهد أن سبب النزول كذا وكذا، هذا إيش معناته؟ طب مجاهد عن مين رواه؟ هو عن صحابي، فالصحابي سقط. ما شفت الحديث المرسل؟ إذا اكتبي عندك الحديث المرسل، لأن حاجيك الامتحان اكتبي حديث المرسل، هو الحديث الذي سقط منه من سنده الصحابي. ما هو أحيانا أنا باجي بقول لك مثلا إنه سبب الحديث المرسل يعتبر في معرفة سبب النزول نفس القضية. لا مين يقول لك صح يا بني؟ معناته لما بقول الحديث المرسل يعني بقول لك قول التابعي، وقول التابعي مقبول لكن بايش؟ ثلاث شروط. أولا واحد إذا إيش ماله؟ معناته في صح سنده، يعني بمعنى إنه السند إيش ماله؟ بكون مقبول. اثنين عضد بحديث مرسل آخر، يعني أنا في حديث مرسل يعني سقط منه الصحابي، هذا قال سبب نزول واحد اثنين ثلاثة، لو كان لحاله لا، معناته لازم يكون في سند اللي هو حديث آخر مرسل قال فيه، بأخذ الاثنين لأنه كل واحد يقوي الثاني. لما بيكون حديث مرسل إيش ماله؟ بيصل إلى مرتبة الصحيح، فعناته بأخذ فيه. إذن في الحديث المرسل لحاله لا بكفيش، إلا يكون حديثين أو أكثر، يعني لازم يعضد بعضه البعض. النقطة الثالثة من رواة التابعين، واحد من المشهودين من المشهود لهم بأنه أخذ التفسير عن كبار الصحابة. مين كبار الصحابة؟ الثلاثة. يعني لما بنتكلم عن التابع بدنا نشوف عن مين أخذ. أخذ عن ابن مسعود، عن ابن عباس، عن أبي. لكن لو غيرهم بنقول لا. إذا شفتوا الثلاثة، أي خلل في الثلاثة إيش ماله؟ يفقد الشرط. إذا لابد بنقول إنه قول المرسل أو التابعي في قضية طريق طرق معرفة أسباب النزول لابد أن يكون صحيح. اثنين إنه حديث مرسل عضد بمين؟ بثلاثة. والنقطة اللي هو مهمة جدا في هذا الموضوع إنه إحنا نقبلها، إنه يكون هذا التابعي أخذ عن كبار الصحابة مثل طلع ومين؟ مين التابعين؟ مجاهد وعكرمة وسعيد وقضية وقتادة ومسروق وغيرهم من التلاميذ اللي احنا قبل شوي لما قلنا المدارس وقلنا تلاميذهم. لكن عشانكم مش متخصصين انا بديش، يعني بدك تركزوا بس على الحديث، معرفة الحديث المرسل في التعريف. ما ممكن اقول لك صح ولا غلط. وقضية الحديث المرسل سقط منه مين؟
طب ما انا ممكن اقول لك الحديث المرسل اللي سقط منه التابعي، معناته مين الروا؟ ما دام سقط التابعي مين ظل؟ معناته قال مثلا، معناته عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا حديث مرسل؟ اذا دير بالكم الحديث المرسل اللي سقط منه الصحابي يعني مروي عن التابعي، خلاص يعني التابعي روى عن الرسول مباشره. تفضل. احنا الا قلت اذا ايش؟ اذا بشروط، يعني ممكن اقول لك بكلمه بشروط، يعني يقبل في معرفه الاسباب النزول على الحديث المرسل بشروط، صح؟ لانه ما هو بشروط، لكن انا انه الحديث المرسل على علات من غير شروط لا يقبل، وبالتالي هذا مهم جدا في قضيه اللي معرفتنا. ننهي بالقضيه واخوه اولا طرقنا الان بنقول الاستعانه او فوائد معرفه سبب النزول. الآن من الفوائد كم واحدة؟ في عندي ثلاث نقاط. أولا الاستعانة على فخم الآية وإزالة الإشكال. النقطة الثانية وهي معرفة الحكمة من تدرج التشريع والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه. أولا التدرج في فخم الآية والإشكال، في عندي مثالين ومرات أنا حجيب لك السؤال، وهذا فيش سنة من السنين بجيش المرسل وبجيش هذا، يعني هذا قضية المرسل حتيجي تقول التابعين وقضية الحكمة. أولا في عندي مثالين في قضية إزالة الفهم، انتبه. لو أنا مثلا قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الآن هذا حديث هو أصلا عروة بن الزبير ابن أخت هلمين لعائشة، عبد الله بن الزبير ابن مين؟ ابن أسماء. فهو جاي لخالته، لما جاء عند خالته في زيارة وبتتكلم عن الآية، فبقول لها احنا يعني مش ما فيش عندنا فرضية الحج العمرة، يعني بمعنى السعي بين الصفا والمروة خلص ساقط عنا، فالفرضية سقطت. قالت له مش هيك الموضوع يا بني، الموضوع يعني رفع الحرج وليس رفع الفريضة. كيف؟ قالت له أولا أنه إحنا كمسلمين لما جينا وجدنا أنه في قضية الطواف، وإحنا بنتكلم عن قضية الطواف في هذا، قال لها هاي الكعبة وبعدين هاي الصفا وهاي المروة، هاي جبلين الصفا والمروة، ما إحنا بش بنطوها أنا بنطوف سبع أشواط، وأنا نفس القضية سبع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بنبدأ من هان وبننتهي من هان. الآن السابع، لأنه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، صح؟ احنا بدينا من هان بنصير واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. شفتوا وين اختلفت؟ بس الإشارة. إذا انتبهتوا سبعة أطول، لما أجوا كان في هنا اللي هو أصنام تسمى آسف أو ولا أساف، عفوا أساف، وهنا نائلة أصنام، فكانوا المشركين بيطوفوا حول الأصنام فتحرك. أنا بتكلمش لسه عن عراء وحفاء، الآن بتكلم عن قضية الصحابة لما كانوا بيطوفوا لأنه فريضة، فكان عندهم تحرج، إحنا نيجي نطوف مع هذول الناس وعندهم الأصنام وبيطوفوا عراء، فكانت قضية كانوا متحرجين، يعني بيطوفوا بيأدوا الفريضة لأنه إيش ماله؟ لازم القضية تطلع واجب، يعني لو هو ما سعاش بين الصوم خلاص الحاج، فايش بنسوي؟ طب احنا متحرجين. الان فانزل الله تعالى لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وكسر الاصنام، الان نزلت الايه فلا جناح عليه ان يطوف بها، يعني انت الان ارتفع الحرج، هل ارتفعت الفريضه؟ اذا الان لما بيجي بتكتبي لي المثال بتكتب الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا، هنا الشاهد، ففيش تقولي لي اول ايه وما تكتبيش فلا جناح، انا بدي فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فهو ايش ماله؟ من تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. الان بنقول ان هذه الايه رفعت الحرج ولم ترفع الفريضه، شفتي؟ الدليل حديث عروه. لما اكتب لك هذه القضيه بقول لك انه من فوائد معرفة سبب النزول الاستعانة على فهم الآية وإزالة الإشكال، بين ذلك مع ذكر الدليل على طول
بتجيبي لي الآية إن الصفا والمروة أولا هنا صح الآية، لكن بنقول إيش فهمنا منها؟ رفع حتى الآن بقول رفع الحرج وليس رفع الفريضة. دليلنا ما حدث مع عروة مع خالته عائشة. فهمنا الجواب الصح عشان ما تعمليش لي قصة. فهذا بتكون إحنا يعني بمعنى ركزنا الموضوع. الآن المثال الثاني، هاي مثالين. المثال الثاني شوفوا لما أنت في القرآن الكريم وأنت بتقرأي ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. إيش يعني لما بنقول فثم وجه الله؟ يعني وين ما تدير وجهك في الصلاة مقبولة. هيك فهموها، لكن هذا فهم خاطئ. زي ما عروة فهم خاطئ، الآن الصحابة فهموا المعنى فهم خاطئ. أنا وين ما تدير وجهك بمشي؟ طب أولا استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. يعني لو أنا درت وجهك باطل صلاتي، لو رجعت وجهك باطل الصلاة. إذن بس للقبلة. فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. قال يا عمي هذه نزلت خاصة. فوين؟ يا في السفر، يا إما في صلاة، كمان في السفر في صلاة السنن مش في الفريضة. بس في وين؟ في قضية السنن. وبعدين كمان لازم يكون في سفر، يعني مش في أي صلاة. أو عمي علينا، يعني بقضية إيش يعني؟ لا لا، أنا الآن في بحر أو في صحراء وأنا مش عارف اتجاهات، لا عارف أنا شرقة ولا غربة، وماشي مش عارف وين الشمس من أنت تطلع. ما أنت بتقولي هيك، ما أنا بقول لك غمي علي، أنا لا في صحراء لا شايف شمس ولا. أقول لك حتى لو كانت الشمس موجودة، هو أنا عارف أن الشمس الآن وقت عصر ولا صبح؟ ما أنا مش قادر أعرف. أنا شخص أقول لك بلاش، إحنا الآن لما بنروح على مصر في شمس ولا ما فيش؟ طب ودخل الإمارات وشوفي حالك إيش بصير في راسك. عالم التيه مصر، تقدرش تعرفي بلاش. أنت في مطار ونزلتي في المطار في الطيارة ودخلتي القاعة، واجه وقت صلاة، أو والله ما أنت عارفة. إيه؟ أنا بتكلمش عن الغرف بس، وين القبلة؟ أنت اليوم لقيتي في إشارة. في زمن الرسول لما نزلت الآيات كان في إشارة؟ احنا بنتكلم عن قضية آيات. فهو فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله، هو بيتكلم عن الناس بيقول لهم إذا أنتم كنتوا في سفر ولا كنتوا في صحراء ومش عارفين وين القبلة مقبول، وين ما تدير وجهكم مش الحال. هذا في قضية. لكن كمان هو نزلت في وين؟ بدنا نفهم أنه هذه خاصة. طلع هو إيش بيقول الجواب؟ عشان أنا عرفت سبب النزول عرفت المعنى الحقيقي، لكن لو ما في سبب نزول كان خلص بقول وين ما تدير وجهك. هو الآن إيش قال هنا؟ ولكن إذا علم أن هذه الآية نازلة، طلعش ملا في نافلة السفر خاصة، ما قالتش في الفريضة، نازل في وين؟ في نافلة السفر خاصة، أو هاي اثنين، في من صلى باجتهاده ثم ظهر له خطأ ذلك. أنا درت وجهي هيك وبعد شوي لو أجوني ناس بعد ما خلصت الصلاة بقول لي ليش دار وجهك هيك؟ بقول لهم قال قبل هيك يا جماعة. إذن لا، عادين عيني بصير. احنا ليش بنقول انا لا صليت وخلصت ومش عارف؟ اجي واحد صحلي بقول له فاينما تولوا وجوهكم خلصنا، يعني بمعنى بروحش اعيد الصلاه لانه انا كنت مش عارف. لا، او فيما بعد يعني روحت وبقول لهم والله انا هيك وصلت وبقول لهم جينا نصلي في نفس المكان احنا وياهم، اجوا ناس وبقول لهم والله انا صليت الظهر هيك وهو الان وقت العصر، بقول خلص اينما تولوا وجوهكم فتم. اذا انتبهتي؟ اذا اولا في قضيه نافله السفر، اثنين فوين؟ صلى باجتهاد ما كانش عارف بهذا القضية. اثنين، معرفة الحكمة في تدرج التشريع. لما بتكلم عن أسباب النزول صرت أنا إيش عارف؟ قضية التشريع في الموضوع الواحد، ويكفي شاهدا على ذلك تحريم الخمر. يعني أنا مش عارف أنه هذه الأسباب النزول، أنه أنا عرفت أنه والله هذه نازلة سبب نزولها أنه تحريم ولا مش هيك؟ زينا قضية التدرج الموجودة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نجيب المثال اللي ذكرناه في حادثة الخولة، قد سمع الله قول التي تجادله. الآيات نازلة في مين؟ إذن في خولة وزوجها، خاصة ولا مش خاصة؟ طيب خلصنا، لو خاصة وبقيت على هذا الحكم بس معناته بس في خولة. طب اليوم أنا جيت حلفت على مرتي وقلت أنت زي أمي، بنطبق علي نفس الحكم ولا لا؟ إذن أخذ حكم العموم. إذن عشان هيك إحنا بنقول، اطلع إيش بقول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
يعني بقول لك لو قلت لك وضحي ذلك بمثال، هاي النقطة قضية خولة، يعني زيها زي مين؟ زي قضية الأولى. انتبهي ليش؟ يعني بمعنى إنه الآية نزلت بسبب خولة، هي اللي كانت سبب نزول الآيات، الحادثة اللي حصلت معها هي سبب نزول الآيات. هذا خاص، بعد ذلك أخذت حكم العموم على كل ما يجري من أي مسلم جرى وحدث معه، ما حدث مع مين؟ مع خولة وزوجها اللي هو أوس بن الصمت. إذا فهمنا كذية العبرة، وممكن تجيكي في الصحو والغلط العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، صح ولا غلط؟ هاي معنى إذا قضية، وممكن أقول لك هذه العبارة وأقول لك أعطيني دليل أو مثال بتجيبي لي قصة مين؟ إذا قضية، إذا هذه قضية مورد القضية. بنكون بذلك أنخينا هذا المبحث وهو المبحث السادس، وإن شاء الله المرة القادمة بدكم تحضروا لي في المباحث اللي هي الأكثر من مبحث عشان إنه نستطيع إنه نخلص في ونصل إلى ما وصل إليه أستاذنا الكريم في المحاضرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بناتنا